أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم في قناتي حرفة الشواء. أنا اليوم في بيروت وتحديدا أمام صخرة الروشة الجميلة. اليوم أنا محضر لكم مفاجآت حلوة ما رح لكم عليها هلا، بس خلينا أول شيء ناكل بيتزا على الحطب وبعدين نروح للمفاجأة. جربنا نوعين بيتزا، بيتزا بالبامكن مع الجوز، شيء خرافي عجيب، يعني انا اول مره بشوف هيك شيء، وبيتزا جبنه. انا راح احط لكم موقع المطعم في اسفل الفيديو لو حبيتوا تجربوه. أخيراً وصلنا إلى مكان المفاجأة، مطعم باربيكيو براذرز. مجموعة من الشباب اللبنانيين الشاطرين اتجمعوا وعملوا مطعم للشواء، ومطعم الشواء هذا عبارة عن مدرسة بمعنى الكلمة. هاي الحلقة هتشوفوا مهارات في الشواء، هتشوفوا الأدوات اللي بيستخدموها، فهيكون تعليمي وترفيهي وغذائي من أحلى ما يكون. تابعوني. أهم ما بيميز هذا المطعم هو موضوع الدراي ايجد، اللحم المنشف أو المقدد. فهذا المطعم عندهم طريقة مختلفة عن اللي شفناه سابقا، بيستخدموا ثلاجة خاصة للدراي ايجد، بيراقبوا فيها درجة الحرارة والرطوبة. بيجيهم اللحم من المورد منشف لمدة 25 يوم، وبيختبر في المختبرات ليتأكدوا من وجود بكتيريا وما إلى ذلك. بيكون محطوط في الأكياس منشف، وهن تقريبا بيكملوا 25 يوم آخرين على التنشيف، بيصير إجمالي 45 ل 50 يوم دراي ايجد. من أهم مزايا الشواء استخدام البهارات المناسبة، فالشباب هون عاملين خلطات خاصة فيهم، ولكل نوع خلطة تستخدم لأنواع معينة من اللحوم، بالإضافة إلى الملح الهملايا. هذا جدا رائع، بيعمل نكهة مميزة على اللحمة أو الدجاج أو أي شيء آخر. فإذا أول شغلة جديدة تعلمناها هون فكرة هذا المنقل، عبارة عن حديد خاص وبيحطوا الحطب، حطب نوع سنديان، وعنده هون شفاط مشان يسحب الهواء، يصير في اشتعال. الشباب هون بيطبخوا على indirect cooking method اللي هي حرارة غير مباشرة، فالفكرة هون حط ملح وفلفل مثل ما شفتوا قبل شوي، وحط الستيك عليها، وبعدين رجع حط ملح وفلفل مرة ثانية. هلأ الوش السفلي هاد بياخد طبخ أكثر من الوش العلوي، وبيعتمد الوقت حسب درجة الاستواء اللي بيحبها الواحد. إحدى الطرق إنك تعرف شو مدى استوى اللحمة اللي هي الضغطة، فإذا كانت الضغطة إذا لقيت إنها طرية كتير فلساتها رير، تكون ما أنا مستوية لسه. إذا كانت كتير شادة فبتعرف إنه هي صارت دن أو ويل دن. We'll be right back.
الريحة عجيبة. يعني أنا أكلت قبل هيك دراي إيش لكن ما شميت هالريحة هذه المميزة. نشوف هلا الطعمة كيف. طعمة مختلفة عن اللحم اللي بتعرفوه، لذيذة جدا، وحركة الزعتر هي الرش اللي عاملينها كمان معطي نكهة رهيبة. بدي احكي عن التيبون. ايش ميزة التيبون؟ انه عبارة عن نوعين لحمة، عندك فيليه القطعة الصغيرة اللي بتكون هون وستريبليون، فاذا اثنين بواحد. البرجر كمان مميزة، نكهة الدراي ايش فيها، لكن تعتبر عادية. أنا بعمل برجر كمان ومستواها قوي لكنها طيبة. معي ماريو صاحب المطعم. ماريو حبيبي، أنا حسيتهم طعم اللحم مختلف ومميز عن المطاعم الثانية مع أنها دراي ايش. مظبوط. ممكن تحكي لي شو اللي بيميزكم انتوا عن الباقي؟ اول شيء اهلا وسهلا فيك، هيدا شيء بشرفنا تكون موجود. الله يسلمك. ثاني شيء اللحمه تبعنا بتجي من فرنسا. فرنسا من فارم اسمها البري تبع لابلون داكيتان. تتربى بفرنسا، بتنذبح بفرنسا وبتجي فريش على لابوراتوار بلبنان. فالبريد هي بحد ذاتها لابلون داكيتان هو بريد بقر عالي جدا. هلا بالايجينج بروسيس كل ما نحن عم نطلع بعدد الايام كل ما عم تصير كونسنتريشن تبع اللحمه اقوى وكل ما طعمتها عم تقوى اكثر. فاجمالا المعدل التيسي اللي العالم بتتقبله اكثر شيء هو بين ال 45 وال 50 يوم. كل ما عم نطلع بعدد الايام كل ما عم تصير طعمه اللحمه فيها اقوى. وطبعا بيلحقها طريقه الشوي تبعها، مجرد ما انت عم تعملها سلو كوكينج على الحطب عم تاخذ اروما من نكهه الحطب على قلب اللحمه تبعها. فاجمالا مش هيك رح تكون مختلفه كثير عن الواد ايجينج، يما هي الفيليه يما التيبون اللي نحن معودين لفرش. اذا كانت رحله وتجربه مميزه جدا. انا تعلمت اشياء جديده اللي هي طريقه حط الملح والفلفل على السطح قبل الشوي، والحطب هذا اللي مستخدمينه اللي عامل ريحه مميزه. وإن شاء الله تكونوا كمان استمتعتوا معي بهذه التجربة. هحط لكم موقع المطعم في أسفل الفيديو في الوصف، ويا ريت تعطوني آراءكم حول المطعم هذا أو حول أي موضوع، شو على بالكم مثلا نجرب نساوي. ابعتوا الفيديو لأصحابكم ومعارفكم واعملوا سبسكرايب وشير ونراكم.